تخيل معايا الكفك ده جوه بق فك الكلب ده. طبعا الكلاب الجيرمان فكها من الكلاب الجامده برضو ما تستهونش بيها. تخيل ايدك ديت جوه فك والسنان دي، يعني هو ممكن اصلا ان هو يقطمها. فانا احط ايدي بجد جوه دلوقتي. شايفين السنان؟ قرب كده شوف السنان، قرب. شايفين السنان؟ طبعا السنان ديت اللي هي ايه، تفرتك الايد، يعني تفرتك الايد. طبعا الديب الاسد الحاجات دي كلها، يعني السنان نفس قريبه من نفس التقويم والكلام ده اللي هو ايه يا بابا. بلاش نعمل الفيديو ده، بلاش نحط ايدينا جوه، ده هيكسر العظم لو هو مسك جامد. بس احنا قد التحدي ده ونعمله، هندخل ايدينا جوه بجد، انا ما بهزرش. بس قبل المرحله الخطيره ديت تعال نشوف حاجه مسكره كده تحلي الفيديو، حاجات جميله وحاجات مسكره عشان تحلي الفيديو وتخلي الفيديو جميل. يلا بينا. طيب يا شباب، المره دي بقى وحشتوني كتير عشان بقالي كتير ما صورتش فيديوهات، بس انتوا شايفين الجو كل يوم شتا هنا، فمش عارف اصور لكم فيديوهات خالص الصراحه. يعني النهارده بقى هنعمل تجربه جامده جدا. كلب ترامب بقى وحش، شخصيته كل يوم بتبقى جامده جدا، بتتغير والشخصيه جامده وهزاره في عد وكلام من ده، وانا ما كنتش فاضيله. فتعالوا بقى نفضلوا النهارده وانا ماشي بالسنس دي مع اي حيوان او اي مخلوق، الحاجه اللي بتعض بخليها تعضيني اقول لها انا اهو. هي بقى بعد كده بتعرف ان انا العد ده مش جايب معاه نتيجه، هو حاجه وحشه فمش هيعض. فاحنا النهارده هنحط ايدينا جوه بق ترامب ونشوف اللي هيحصل. بس انت لو اول مره اسمع فيديوهات هشام ديش لازم تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان الفيديوهات الجامده كلها هنا بس. يلا بينا. ترامب كلب غبي جدا. شايفين يوم عن يوم شخصيته بتبقى جامدة جدا وبيتغير، هو ما شاء الله كلب شخصيته جامدة. ترامب طبعا الناس اللي قالت ان الاتنين الكوكتيل دول دكرين، هم فعلا دكرين، كان كله دكر معاه انتايا تمام، وانا كنت عامل مزرعه جوه فدولت ايه كان كل ذكر معاه انتايا والنتايا ماتت، فهي النتايتين بتوعهم ماتوا يعني، فهم الاثنين اللي فاضلين. انا كنت عامل مزرعه كوكتيل كبيره فهرجع اعمل مزرعه ثانيه وتبقى جامده جدا. ازيكم؟ هم يعني قدام البيت باب كده اللي الجماعه بيحبهم كده وخلاص، يعتبروا من العيله يعني. ترامب بدا انه بيسمع الكلام برضو بطريقه جميله، يعني هو بيستجوب بسرعه او اللي هو مش عينه ده قوي يعني. اطلع اقعد اقعد اقعد. شاطر. شايفين؟
هو كلب محترم بس مش محترم برضه. عضاب، هو بيحب العض، يعني الكلب بطبعه بيحب العض غير كلب تاني. هو عايز يعض، هو عايز يبقى يعني يقول لك خليني كلب حراسة او حاجات من دي يعني. صح؟ طبعا ما شاء الله انتوا شايفينه في الفيديو اللي فات، فيديو عن فيديو بيفرق خالص، فيديو يعني يوم عن يوم، والله يوم عن يوم بيفرق. طبعا يا جدعان انتوا بتشوفوا الكلب في الفيديو، كلب على الطبيعة احلى من الفيديو كمان. ترامب قمر، صح؟ شايفين قمر، والله كلب قمر، انا ما اقولش غير كلب قمر، سبحان الله. طبعا الفكره هنا بقى ان انا ماشي بالسلسل ده، اللي هو ايه، هو بيحب يعض، وكل ما اطلعه من مكانه بيمسك ايدي ويعض جامد. فانا بقى عايز اقول له ايه، ان انت عض براحتك، اللي انت ايه عض براحتك، انا ايه قشطه معايا. شايفين؟ تعالوا كده هنخسر ايدينا دلوقتي، اللي هو ايه، عض هات اخدك. ايه شايفين؟ شايفين ده؟ عد عد اهو شايفين؟ بس هو ايه؟ هفهمكوا حاجة؟ يابا شايفين؟ هفهمكوا سنسي غريب كده في الحاجة دي. طبعا انا ايدي جوه كلها، ايدي جوه كلها، والكلب شرس اصلا، هو عض يعني، هو بيعض. شايفين عامله ازاي؟ السنس هنا بقى، والحاجة هنا ان هو عرف في اي حيوان التعابين نفسها لما كانت بتهجم، اول لما جت اللي هو انا فهمتها ان انت كده كده هتعضيني، مش هتستفادي حاجه، انا مش فريسه او حاجه كده. هو ده نفس النظام. وعايز افهمكم حاجه، الكلب وافي جدا، هو بيعض، عارف انه بيهزر، بس المشكله هزاره ده ممكن يعضك بجد وتاخد حقك. انا بعرفه ان العض ده مش هيجيب معانا نتيجه، هو بقى بيقفل بقه. شايفين كده بقى بيقفل بقه، اللي هو خلاص زهق، مش عايز، هو مش عايز يعض. خلي بالكم، هي كل الموضوع ايه، شايفين كل الموضوع حكايه جمدان قلب في اي حاجه. فكر الفتره اللي جايه هنجيب شبل اسد ان شاء الله، ما كنتش عايز اقول لكم كده اعملكم فجاه، بس ان شاء الله هنجيبه، ملاش لازم نخبى عليكم، انا بظبط مكانه وهنجيب شبل اسد، فاللي هو هنبقى ترند، هنمسك الترند، هيبقى شويه مفيش بعده، لان احنا هنعمل حاجه جامده الفتره اللي جايه، وهتبقى حاجه جديده على الكل ان شاء الله يعني. فاحنا بنأهل نفسنا بقى ان احنا نبقى جامدين قوي، تمام؟ اتفضل. شايفين الجمال؟ طبعا الكلب ده ان شاء الله هيبقى حاجه جامده جدا. طبعا احنا هنعمل مزرعه باذن الله كبيره، وان شاء الله هنبدا نجيب نتين الفتره الجايه، مستوى جامد جدا، لان طبعا ترامب لسه صغار، بس لسه هيوصل لمستوى توب، لمستوى جامد باذن الله الفتره الجايه. شايفين الكلب ده زغلول، اللي هو اصلا ده مش ربع مستواه، لسه هيبان مستوى كبير جامد اكتر من كده بكتير، هو زغلول. فلسه طبعا الكلب على السنتين او حتى السنه ونص يبدا يبان. تعال اتفضل. ايه ده؟ هو ما عادش عايز يعض. شايفين؟ هو ذوق، ما عادش عايز يعض خلاص. انا صاحبك، ما تعضنيش، تعض الناس تانية. ولا ترم ده، لا
طبعا انا بقول لكم مش حاجه سهله خالص. تخيل ان فك ايدك ده جوه بق كلب، شايفين هو عامل ايه؟ طبعا هو مش باين قوي في الفيديو، بس باين ان ايده حمراء واسنان الكلب اهي. فده حاجه مش سهله او ان حد يجربها، هي حاجه صعبه جدا وبتحس ان عظمك بيتكسر. بس انا عايز اثبت لكم ان احنا قلبنا جامد جدا، انت شويه قلبهم جامد عن اي حد. الفتره الجايه بقى باذن الله والله هتبقى حاجه جامده، انا بجهز حاجه جامده وهنجيب حاجات جامده وهتبقى تغيير سون، تغيير خالص ان شاء الله. الفتره الجايه تبقى جامده جدا لشويه. وسلام، وقبل سلام بحبكم جدا، واحلى حاجه اللي انتم معايا في الفيديوهات ومكملين معايا، وان شاء الله كل الشاوي يبقى معاه في كل فيديو. الفتره الجايه هتبقى جامده علينا وعليكم، لان اعمل لكم مفاجاه جامده اللي انتم تفتخروا من انتم شويه، وتفتخروا ان انتم تسمعوا فيديوهاتي، وتفتخروا ان احنا وصلنا لده مع بعض. سلام.